اسمحي لي، بما اننا خدنا على بعض وحبينا بعض اشرط عليك شويه شروط. اتفضل اشرط. احنا عندنا الستات ما بيشتغلوش، الست هنا لبيتها وجوزها واصحابها. اقسم بالله لو جيت في يوم قلت لي عايزه اشتغل لاظبط لك حته شغلانه. متشكره قوي. لا على ايه، ما تقلقيش، مصاريفك كلها هتبقى عليا، اكلك وشربك ولبسك، انت بس هيبقى عليكي باقه النت وهدلعك كومبوت. كومبوت؟ انت عارف يا زيزو، انا والله العظيم عمري ما هنساك وعمري ما هنسى اليومين دول. نيلي نيلي، يلا يلا. فين الفلوس؟ هفهمك بعدين. فلوس ايه يا جدعان؟ دي فلوس كده استلفتها منها، هديها لما نرجع مصر. يعني هتقطعوا بعض في الغربه عشان قرشينات؟ وانتوا هترجعوا مصر امتى؟ لازم نرجع دلوقتي حالا. ايه اللي حصل؟ ايوه يلا يا سيف، يلا يلا. مش قادر اسوق، مش عارف اسوق. انا قتلته. ايه ده ايه ده؟ قتلته. ايه ده ايه ده؟ قتلته. قتل مين؟ قتل الوقت يا باشا، اصل انت فاهم الوقت لو ما قتلتوش هيقتلك هو. مش عارف اسوق. خلاص خلاص، انا هسوق انا هسوق. لا ما حدش يسوق عربيتي. هتعرف تسوق؟ مش عارف اسوق. خلاص يبقى تعالى بقى. طيب طيب. باي باي بقى يا زيزو. ايه ده؟ هتنتهي قصه الحب العظيمه بسرعه؟ ما عايز بس يعني الحاجه تقابل الحاج. مين الحاجه ومين الحاج؟ الحاج امي تقابل الحاج ابوكي. انت عايز تقابل بابي؟ يا ريت. طيب العنوان ما يتوهش خالص، مجمع ترى سجن المزرعه. ايه ده؟ ابوكي ظابط زميل؟ لا مسجون. ما قلتليش ليه؟ كنت اوصي عليها ابويا. باباك ظابط هناك؟ لا مسجون برضك بس مسيطر. باي 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 يا عسليه. ما تخافش يا سيف. اهدى اهدى. السلامه. بقول لك ايه، ادوس على انهي زرار؟ انت مش عارف تسوق. لا لا عارف عارف. انت مش عارف تسوق. عارف والله عارف. بالراحه عليه. تنسيش تعملي لي متابعه على الانستجرام. البت وقعت. ايه ده؟ وانا مين هيروحني؟ انا بخاف من الجهاز العملاق ده. يا نيلي شيري، هنا انت نمتي؟ امال بتردي عليا ازاي؟ هو انا كده برد وانا نايم. طب بقول لك ايه؟ تفتكري الفلوس بتاعت جدو ميكي قد ايه؟ يعني مش اقل من 100,000 جنيه. ايه الرقم المتخلف ده؟ ده ماما ميمي بتقول انه كان مالتي مليونير. ازاي يعني مالتي مليونير؟ يعني ما ينفعش. يعني كان عنده مليانات كتير قوي، كان عنده فلوس زي اللوز. الرز. ايوه صح، الرز ممكن يبقى عدده اكبر. طب يلا يا عروسه يلا نامي عشان هنصحى بدري. اوكي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نيلي مالك يا نيلي، انت طلعتي مجنونه ولا ايه؟ ما تخافيش انا بعمل مديتيشن. ايه الكومبينيشن ده؟ طب اجري اجري بسرعه على الحمام لحسن تعملي كومبينيشن على الملايه تغرقيها. يا بنتي مديتيشن مديتيشن، يعني عارفه اليوجا والحاجات دي؟ طبعا عارفاها، بتاعت صباح الخير يا مصر. هوب 2 3 4، مشت 2 3 4، شد 2 3 4، مش هي دي؟ مبدئيا اليوجا مش هوب 2 3 4 خالص، اليوجا دي حاجه تانيه والمديتيشن حاجه تالته، بس انا قلت لك عشان هما الاثنين من نفس السكول يعني. ايوه اللي هو ايه يعني؟ بصي مديتيشن يعني التأمل، يعني ان انت تركزي كل افكارك واحاسيسك في بوزيتيف ثوت، في حاجه ايجابيه، وتفضلي تركزي 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 قوي لحد ما توصلي للزيرو ثوت وتبقى دماغك فاضيه ما فيهاش اي حاجه. طب ما انا اساسا دماغي فاضيه ما فيهاش اي حاجه من غير ما احزق بالزيرو ده. مش قصدي فاضيه استافها كده، قصدي فاضيه يعني كلير، صافيه، عندك سلام داخلي، ريلاكسد لحد ما اللي تتحكم فيكي وترجعي لها في كل حاجه نفسك العليا. يا حبيبتي يا نيلي، انت طلع عندك عليا ومخبيه علينا طول الفتره دي. فكرتيني بنشوه، الله يمسكي بالخير يا نشوه، كانت عامله زيك كده بالظبط، بس هي بقى كان عندها عليا وسفلى، بس دي اللهم احفظنا نص شعرها اليمين وقع وكلت عيالها. والله يبارك له عم عطيه خادم الجامع، هو اللي طلع منها العليا والسفلى كله. ايه يا بنتي اللي بتقوليه ده؟ انا ما عنديش عفاريت. صدقيني يا نيلي انت مش حاسه بنفسك، هو ده قرينك، قرينك اللي جواكي اللي كان بيضحك زي نشوه بالظبط. لما كنت ببقى قاعده معاها في الكافيه فجاه الاقيها بتضحك، بس الضحكه بتاعتها ايه بقى؟ ايه خشنه؟ ايه ده السفلى عشان انت العليا.
حبيبتي انا كنت بعمل نوع من المديتيشن اسمه مديتيشن الضحك، يعني ان انا افضل اضحك اضحك قبل ما انام عشان اطلع كل النيجاتيف انرجي اللي جوايا، ولما اصحى برضو اضحك قوي عشان اخد بوزيتيف انرجي. على فكره الاكسرسايز ده لو قعدتي تعمليه لمده 3 شهور انت مش فاهمه الناس هتقولك ايه. كل حد هيشوفك هيقولك شريهان ازاي حلويتي كده، ازاي وشك بقى منور وجلوينج كده. 3 شهور حلو فيهم؟ ايوه ده انا لو وظبت اسبوعين بس على ماسك جنين القمح مع صفار بيضة هيبقى وشي بدر منور كده، هبقى شبه مدام ميادة الحناوي. شريهان لحد حناوي وهنوقف الكلام بيني وبينك، من فضلك نامي بقى واطفي النور، فصلتيني حيوانة. انتي بتعملي ايه؟ بعمل كومبينيشن. مش قادر اعمل يا عم بيبي. يا هبلة يا بنت الهبلة. عشان بيتزا انت اللي زعقت، انت اللي نرفزتني. طبطي انت. بص بيعمل ازاي. ربي كان كويس انت اللي قعدت تزعق. على فكره البس دي ولا البس دي؟ حلوه الخضر عليكي دي. هو انا بسالك انت، يعني انا مثلا نيلي مكاوي هاخد رايك انت في لبسي؟ مش انت اللي بتكلميني دلوقتي. انا بفكر بصوت عالي. هلبس دي. نيلي نيلي بقولك ايه نيلي. اوف على الفصلان. ايه ما جبتيش غيارات؟ ما جبتش السان سكرين بتاعي. طب انا معايا سكرين. انت عارفه اصلا انا بتكلم عن ايه؟ السكرين. السكرين ده اللي هو بيتحط في السكر مع الشاي، ده اللي هو عشان تخليك سليم كده. اسكتي اسكتي خالص لو سمحتي، خليني ادور براحتي. طب ان شاء الله بس لو دعبستي كويس هتلاقي السكرين بتاعك. I hope so. نيلي هو انا لو طلبت منك طلب تقولي لا؟ اكيد لا. هو انا لسه قلت حاجه؟ انا عارفه انت عايزه ايه. طب عايزه ايه؟ عايزه تلبسي بيجاما من بتوعي. ايه ده بسم الله ما شاء الله، ده انت ذكيه ولماحه. انا مش لماحه، انا بعرف اقرا الناس. يعني انت قريتي ان انا ما ينفعش انام بالجينز؟ ايوه ومش هديكي حاجه على فكره. وبعدين هو انت مش بتتريقي عليا وعلى شنطي الكتير وحاجاتي الكتير؟ زلت لسان. غلطت يا نيلي غلطت. وبعدين احنا بنات عم واول مره نتجمع في الغربه، اديني بيجاما. سوري مش هديك بيجاما. ماشي ماشي انت حرة. على العموم القماش ده اسمه فيزون، وفي من تحتيه بادي كارينا بيبقى مقمط على الجسم، الاتنين ما بيمصوش العرق، وانت حرة بقى تستحملي ريحة حضنك بكرة في العربية وافضل قاعدة جنبك كده. بس 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 بليز اتفضلي البسي دي. شكرا جدا. شكرا. بقولك ايه؟ نعم. لو فاكرة ان عشان انا اديتلك بيجاما من عندي هديكي لبس تخرجي بيه بكرة، انسي. انا ما طلبتش منك لبس عشان انا هغسل لبسي وانشره بكرة يبقى زي الفل. Whatever. على فكرة لو ما لقيتش السان سكرين بتاعي انا مش هنزل قبل الساعة 4، انا كده وشي هيتحرق. على فكرة انت مكسوف تقلع عشان ما عندكش شعر في صدرك. لا عندي شعر في صدري، عندي 8. اعدهم لك؟ لا ورهمني. لا اوريهم لك دي لو نزلنا المية سوا. طب اخرج وتقلع انت براحتك. هتخرج ايه؟ هتخرج وتسيبني معاه لوحدينا وانت مكسوف؟ مش مكسوف يا هاني، خلاص بقى. طب امسك ولع. ما بدخنش. امسك ولع. ما بدخنش يا ابني، احنا اولاد زي بعض. بص هو اولاد زي بعض، اول ما تقولي اولاد زي بعض بتطلب مني حاجه عيب بعديها. عيب ايه؟ انا عايز ابسطك، عايزك تبقى قاعد مبسوط كده. انا مبسوط يا عم. طب مبسوط. امسك ما تطلعش عين امي بقى. ايه ده؟ لو راجل خدها منه، لو راجل خدها منه. كان اللي مديها له اصلا. مديها له ايه؟ هو قام خدها منك غصب عنك. صباح الفل يا عم الحاج. ايوه كارك بقى. شد شد. ايوه لا لا
قول لي بقى يا عم سيف، انت ونيلي ايه النظام؟ نظام ازاي يعني؟ يعني شايف كده في ود واستلطاف ما بينكم، وبعدين انت سايب دنيتك وماشي وراها ليه؟ طب ما انت سايب دنيتك وماشي ورا شيرهان ليه؟ طعبيت يا ابني ولا ايه؟ شيرهان دي خطيبتي، وبعدين احنا متفقين افضلها نفسي مقابل ان اخد 10% من المصلحه. هتاخد من خطيبتك 10%؟ قليل صح؟ طب ايه اخد 30؟ انت متخلف؟ دي كده متاجره بمشاعرها. اسم الله عليك، متاجره والتجاره يعني تجاره شطاره. انت بقى اتفقت مع نيلي على كام عشان ابقى فاهم انا اتضحك عليا ولا لا؟ انت عايز ناخد منها فلوس؟ انا راجل نبيل، راجل معطاء. يعني ايه معطاء؟ معطاء يعني مش في محتاج؟ في معطاء يعني المحتاج وفي معطاء، المعطاء يدي المحتاج. المعطاء ده ايه، عكس محتاج ولا ألعن ولا ايه؟ يا عم انا بساعدها من منطلق الاخوه والزماله. اخوه وزماله بس؟ يعني مفيش هق ومق وتربق؟ لا مفيش هق ومق، لكن يعني ايه تربق؟ مش فاهم. يعني مفيش ملغيه، تليفونات تشحن لها كارت ب10 ترد عليك بكل تون، مفيش حب يعني؟ حب للاسف لا. عارف يعني، عارف نيلي دي انسانه جميله ورقيقه، وساعات بحس انها قريبه مني، يعني بحس انها انسانه رقيقه ومشاعرها كده بتهفف. انتوا تشوفوها متعجرفه متسلطه، لسانها طويل، لكن هي في الاخر، في الاخر، في الاخر بيمرر. لا بيكحح. انا ايه اللي جابني هنا؟ انا مش بشرب سجاير. ما تخافش، ما دي مش سجاير. امال ايه ده؟ هو انت ما شربتش حشيش قبل كده؟ حشيش؟ سيبها. واحنا انا مش عايز واحده فيكم تتكلم، اللي هتتكلم هتكلمها تب. سيب النهجة يا خروف. ايه هتعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ اتفضل حاسب انت. لا لو هتزعل حاسب خلاص. لا 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 ما تقوليش ان هو ده البيت. ايوه هو ده بيت ماما. اقسمي بالله كده ان احنا هنبات في الفيلا دي؟ ايوه هنبات في الفيلا يا شريهان، ايه المشكله يعني؟ لا قولي اقسم بالله هنبات في الفيلا دي. على فكره فيلا عاديه جدا، يعني ممكن نخش جوه نلاقي كراسي بلاستيك وكنب اسيوطي عادي جدا. اسيوطي ايه؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ يا ابني فيلا بالجمال دي اكيد هنخش نلاقي البحر جوه على طول. بحر يا متخلف انت، ممكن تيجي تتنيل تساعدني وتشيل الشنط. نيلي بقول لك ايه؟ ها انت مش قلتي ان مو ده الاكس مان بتاعك؟ الاكس بوي فريند بتاعي فوريفر، يعني الاثنين واحد مرتبطين وخلاص. ما اتجوزتوش ليه ده؟ هو اللي ما اتجوزتوش ليه؟ هي حره، احنا جايين نشتغل وجايين نخطب. الله بسال. بعد اذنك. يعني فرقت ايه انت؟ ما انا قاعده برن من الصبح. نيلي انت ما اتجوزتوش ليه؟ عشان مو ويردو شويه، غريب يعني. ايوه غريب ازاي؟ لا هو غريب فعلا. ده مش مو اصلا، معرفش مين ده. ازاي ما تعرفيهوش؟ ده الكابتن ديفيد بيكهام. ولا هاني اتصور مع بيكهام؟ ماشي بس اركب وشي على دماغه. ماشي، قصدي على جسمه. ماشي. مو هير؟ اكسكيوز مي. هلو شيتوس. ابو الكباتن. هاني الشنط. تعال شيل معايا الشنط. طب على فكره مش هشيل غير شنطتي، وشنطكم بقى ان شاء الله تتحرق، انا ماليش دعوه. ايه الروقان ده؟ ايه ده؟ هي الناس دي رامية العفش في المايه ليه؟ بنت يا نيلي، هما العيال دي مسمومه ولا ايه؟ مالهم كلهم دايخين وعاملين كده؟ عادي يعني يا شريهان، كانوا سهرانين امبارح وشربوا فنايمين. استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم، ان شاء الله في جهنم الحمراء، بالذات البنات المقفعه دي. شريهان بليز، انا مش عايزه فضايح قدام ماي اكس. هو فين اصلا؟ في الضياع. ما الاب مسافر والام مفيش، يبقى ازاي الواد هيعيش؟ هو في احلى من كده عيشه يا مغفل انت؟
تاني. في ايه؟ بشرب عطشان. بتشرب الكحول الصبح؟ بشرب ايه يا اختي؟ خمره. خمره ايه دي؟ ميه. في ميه لونها كده يا متخلف؟ اه، ميه السلطه وميه الصرف. ما تلم نفسك بقى يا هاني وتسكت بقى. طعمها حلو قوي. خد دفنتلي ماما افور في حته هنا. بقول لكم ايه يا جماعه، الراجل اللي هناك ده مكفي على وشه كده من ساعه ما دخلنا الفيلا. ده جثه ده ولا ايه بقى؟ جثه تاني؟ انا كده مش عارف اسوق، مش عارف اسوق. سوق ايه متخلف؟ انت معاك عربيتك اصلا؟ قول مش عارف اعوم. جايز ده مو. مو مو ار يو اوكي؟ مو انا نيلي، انا جيت. مو ار يو اوكي؟ انت كويس؟ انت عايش؟ اه عايش، بس كنت مريح شويه. ايه ده نيلي؟ هاي هاي، سوري ما خدتش بالي. بس انت ايه اللي اخرك كده؟ اتاخرت ايه؟ الساعه 11. يا نهار ابيض، ايه كان وراك حاجه كده؟ مش هنلحق البحر. لا ما تقولش كده يا مو، هنلحق البحر. معلم، هو انت مش كنت مقفور من شويه؟ لا دي حاجه بسيطه بس كده عشان اصحصح. حد بيسموك يا جماعه؟ ايوه يا نجم انا. باي مو. باي، اشوفكوا على البحر. باي يا بنات، انا هبقى معاه، ما تتاخروش بقى عشان تلحقوا البحر. مو would you please do me a favor؟ كان في واحد هنا في الغردقه كنت عايزه اوصل له، قلت ما فيش حد غيرك هيوصلني بيه. واحد مين؟ واحد اسمه محفوظ. محفوظ بتاع مطعم محظوظ؟ في واحد فعلا هنا اسمه محفوظ وعنده مطعم اسمه محظوظ؟ ده اكيد راجل نرفوز. لا ده اكيد شخص مهزوز، كان كلبوز وبقى لزوز. ايه يا جماعه القرف ده؟ كابتن مو، هو احنا ينفع نروح له على طول؟ تعرف كعبول الاكول؟ يبقى انت اكيد مسطول، مقلول في اسطنبول. ايه يا مو؟ دول ايديتس، انت هتزيد معاهم؟ بصي، في واحد اسمه محفوظ وعنده مطعم على المارينا اسمه محظوظ. نحلب بزبوز. لا 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 يا جماعة كده كتير، والله العظيم هيجيلي كرشة نفس. أنا هروح للراجل ده ولا أنتوا هتقضوها بقى عزوز وإحنا عندنا لغوز عايزين نحلوز؟ خلاص يا شريهان جايين. طب رايحين عارفين يا جماعة أنتوا مش هتنزلوا البحر معانا ولا إيه؟ أيوه يلا بينا، أنا منت وأبقى جاهز. وأنت مالك أنت؟ إحنا مش عندنا مشوار نروحه. روح أنتوا وابقوا احكوا لي. هتيجي معانا يا هاني؟ لا مش هاجي. أنت عايزاه معاكي ليه أصلا؟ ده ملوش لازمة. أمال إيه يعني نروح إحنا كده من غير رجالة؟ ده على أساس إيه؟ إن أنا كنزاية؟ أنا عارفة كويس هاني عايز يروح البحر ليه. هكون عايز أروح البحر ليه؟ هضرب لي غطس في المية، ألم ودع، أدفن نفسي في الرملة، أأجر بدال، أي حاجة من الأنشطة بتاعت البحر دي. ده واضح إنه ما راحش البحر من زمان يا جماعة، سيبهولي وروحوا أنتوا مشواركوا على ما ترجعوا تلاقوني إيه؟ وضبت الأوض كلها. أنتوا هتبيتوا هنا كام يوم؟ إحنا هنبيت عندك هنا يعني for like 2 or 3 days. لا نبات، إحنا مش هنبات هنا. ليه يا برو؟ البيت هنا كبير وفي أوض كتيرة جدا، اطلعوا نقوا الأوض اللي تعجبكم. انا عموما ما بنامش في اوض خالص، انا بنام على الكنبه تحت. لا احنا هننزل في نزل الشباب او بيت الطلبه. ليه يا سيف؟ ما الراجل متبت فينا وحات امك لمبات يا شيخ. متبت ايه؟ دي عزومه مراكبيه، ده لنا ترموا في اي حته. يا سيدي انا عايزه انا اقعد كده ترمي في. لا سيف، ايه؟ انا ما صدقت ان انا انام على سرير نظيف واكل اكل كويس. ده غير ان اصلا هو مش فاهم المصيبه اللي هتحصل له. شريهان وهاني دول هيملوا له البيت حشرات، فالحمد لله انه وافق. اسكت بقى. خلاص يا مو، احنا هنروح ونرجع لك. اوكي سلام. سلام، وعبال لما تيجي وهنكون جهزنا البحر. صباح الفل يا معلم. صباح الفل. بقول لك ايه، ايه اكتر حاجه حرام ممكن نعملها دلوقتي؟ تاكل فستق؟ لا اعوذ بالله، مش للدرجات يعني. بونيتا سينتوريتاي بونيتا ويب بونيتا سينتوريتاي بونيتا. Boom, boom, porque te hace el cuerpo tiembla como sismo. La zona se calienta, demasiado violenta. Acelera rápido, dale, muévelo rápido. Acelera más rápido, dale, muévelo rápido. Quiere, quiere más, te lo doy, doy. Si pide más, está abajo, es que me voy, voy. Soy dinamita para ti, si lo soy, soy yeah. Eléctrica, atlética. مساء الخير.
لو سمحت مستر محظوظ موجود؟ محفوظ تمام يا فندم، هو موجود في ميعاد. ممكن تقول له نيلي وشريهان احفاد مكاوي؟ تمام لحظات وهبلغ. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا يا بنات، ازيكم؟ هاي. معقوله كبرتوا وحلويتوا قوي كده؟ اهلا اهلا اهلا، اتفضل. ميرسي. ثانك يو انتي، ده من ذوقك يا حاج. حاج اكيد انت بنت عبد الحليم صح؟ صح. وانت بنت عبد الله؟ ايوه. وانت ابن مين يا حبيبي؟ انا ابن صادق جاد الحق. مين صادق جاد الحق؟ ابويا. هذا سيف، هيز ا فريند اوف ماين، هو مش قريبنا خالص. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. انكل احنا كنا عايزين حضرتك في موضوع. انت تأمري بس مش نشرب حاجه تطري على قلبنا في الاول، عندنا هنا مخيتو يجنن. مات تحت امرك يا استاذ محفوظ. اربعه مخيتو بسرعه لو سمحت، اكسترا ليمون، اكسترا من اكسترا اي، اكسترا جبنه رومي وحياه ابوك وسيح. اكيد اكيد انت بنت عبد الحليم. اهلا وسهلا. اهلا هو ده بقى. اتفضل. شكرا يا ابني، متشكر جدا. تشيز. ها وانت ابوك عامل ايه؟ لا انا ابويا الله يرحمه مات يا حاج. الله يرحمه ويحسن اليه يا رب. وانت باباكي عامل ايه؟ أنا بابي في السجن. أنا مكرم. أهلا وسهلا. أنا وأنت برضو بابا في السجن؟ لا أنا بابا في السعودية. معلش معلش يا بنات، أنتوا لازم تعذروني، أنا بقالي 10 سنين من ساعة ما عملت المكان ده هنا في الغردقة وأنا ما بنزلش القاهرة، لا أعرف فيها إيه ولا دست إيه بيعملوا إيه. حلو أول ملوخيته ده، بس أنتوا ليه مش بتخرطوا الملوخيته وبتحطوها زي ما هي؟ لا 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 وحش، ما عجبنيش، بيلسع كده، بينك في حاجه مصننه. ده حلو قوي الدوله بقى تاشي. الملوخيه ده. ايوه. انكل احنا كنا عايزين حضرتك في خدمه كده. تحت امرك يا حبيبتي، بس مش الاول تشربي الدرينك بتاعك علشان تبلي ريقك وبعد كده نتكلم. والله انا مش قادره خالص، اصل احنا جايين من السفر على حضرتك على طول. مش عايزه الملوخيه بتاعك الدوله. اتفضل. انتوا جايين من السفر على هنا على طول؟ مش معقول، يبقى انتوا بقى على لحم بطنكم، لازم تاكلوا. عندنا هنا فيل يجنن، بنجيبه من المزارع بتاعتنا في نيوزيلندا. انا اول مره اسمع ان الفيل بيتاكل. طب لو امكن بقى يبقى حته من الزلومه عشان تبقى مقرمشه. فيل ايه يا متخلفه؟ بيقول لك فيل، فيل يعني لحمه عادي. اه يعني اكل. إيه طب لو اكل بقى؟ لا مش عايزه لحمه، ممكن بقى شويه فراخ كده محمره على رز ملوخ او حواوشي. عندك حواوشي يا حاج؟ فعلا فعلا بنت عبد الحليم. على العموم انا تحت امرك في اي حاجه انت عايزه تاكليها، اما الحلو بقى فسيبيه عليا. عندنا كريم بيوليه يهبل. ايه البراوليه ده يا حاج؟ مش بقول لك فعلا بنت عبد الحليم. هو ليه كل ما اقول لحضرتك حاجه ده؟ فعلا بنت عبد الحليم. هو ابويا ده كان بكابورت وانا مش عارفه. مستر حنتوس، هتشرب الملوخيتو بتاعك؟ لا لا اتفضل يا حبيبي. اديني بقى ملوخيتو. انا بقى انا مش شايف كيف انا ملوخيتو. سيف انت كويس؟ انا كويس، بس الملوخيتو ده بيمشي البطن وانا مش شايف حمام هنا، ولا انتوا بتحفروا في الارض ولا بتعملوا ايه هنا؟ لا 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 الحمام هناك على ايدك اليمين. طيب مش هروح انا بقى. اتفضل اتفضل. اروح الحمام انا. مش مهم. انكل احنا كنا عايزين حضرتك في خدمه ضروري قوي. تحت امركم يا حبيبتي، انتوا مش عارفين جدكم كان يعني ايه بالنسبه لي، ده ياما وانا صغير ساعدني ووقف جنبي، ده صديقي الصدوق، حتى بالاماره كمان العربيه اللي اداها لي زمان وانا صغير لسه محتفظ بيها في المكان ده لغايه دلوقتي، كانت وش السعد عليا. اتكلم
المعلومات المتقاطعة بتقول إن الحل في الصفحتين الناقصين. نيلي! يا نيلي أنت قدرتيني ودمتي! لقيتي فلوس؟ فين الفلوس؟ فلوس إيه؟ بقولك الكلمات المتقاطعة بتقول إن الحل في الصفحتين الناقصين. يعني إيه الحل في الصفحتين الناقصين؟ طب شوفي كده، ممكن يبقى في صفحتين مقطعين جدو مخبيهم في حتة وهم دول المفروض نلاقيهم. مفيش ولا صفحة مقطوعة، والأرقام كمان كلها مظبوطة اهي. طب يعني ايه الصفحتين الناقصين؟ انا بحب جدو قوي، بس هو ليه بيعمل فينا كده؟ معرفش بقى، غاوي فرهدنا الراجل ده، انا مبقتش فاهمة حاجة خلاص. امال مين اللي هيفهم؟ طيب يا سلام، العدد ده ليه ذكريات جميلة جدا جدا جدا. اصل جدكم بقى الله يرحمه لما كان يقعد يرسم العدد من دول كان يقعد يتسلطن كده، يشرب القهوة المانو بتاعته اللي هي العريحة ولا مظبوطة، والسيجار في ايده، يولع السيجار. السيجار ده لازم يكون كوبي، السيجار الكوبي طبعا معروف انه هو ملفوف على افخاد العزارة، السمر الحيارة، الشقر لا البدارة. انت كده هتفقع لنا المرارة، انجز. حاضر. العدد ده بصراحة دي ذكريات حلوة قوي قوي وجميلة، تحب احكيها لكم؟ كفاية ذكريات غريبة بقى يا عم بندق، ممكن تقول لنا ايه موضوع الصفحتين الناقصين؟ ها؟ صفحتين الناقصين، صفحتين، نشوف كده الرقم. صح، العدد ده 38 صفحة. أعداد ميكي كلها كانت بتبقى 42 صفحة، فعلا ده ناقصك. طب كده دول أربع صفحات مش اتنين. ما هي وش وده، يعني الصفحتين بأربع صفحات. طب هنلاقي فين الصفحتين دول؟ محلولة، ننزل سور الأزبكية وندور على نسخة تانية للعدد. ما ينفعش تنزلوا سور الأزبكية. ليه، شالوا السور؟ لا. شالوا الأزبكية؟ لا، أصل أقول لكم إيه، ما أنا قاعد من الصبح بقول لكم العدد ده أصله ليه ذكريات جميلة قوي قوي ومهمة، حبيت أحكيها لكم، أنتوا قلتوا لا ما تحكيش. ماشي احكيها لنا لو هتفيدنا، إنما تقعد تقول لي البدارة والعذارة وتقرفنا بصراحة حضرتك. أنا مش حاكي. خلاص يا شيرين اتفضل احكي يا عم بندق. العدد ده اتعمل ما بين الخريف وما بين الشتاء سنة 1982، كان رقم 1000، ما اتعملش منه غير نسختين اتنين بس. نسخة كانت مع جدكو الله يرحمه، النسخة التانية بقى كانت في دار النشر اللي بتطلع سلسلة ميكي. اوكي، فين بقى دار النشر دي؟ ايوه يا خالتي، انا عند عم بندق. في ايه؟ نهار اسود، البرنامج؟ اما الان فمعانا معلومة حصرية، ولأول مرة يتم التعرف عن شخصية هؤلاء الذين قاموا بالاعتداء والشروع في قتل الفنانة هند صبري. من المعلومات اللي وصلت لنا كان واضح ان هما بنتين، نيلي مكاوي وشريهان مكاوي، واضح ان هما يا اما اخوات يا قرايب، الله اعلم. بس هما ما كانوش لوحدهم، كان معاهم شابين. لحد دلوقتي جاري البحث عن هويتهم ولم يتم الحصول على اي معلومه اخرى، لكن الشرطه بتحاول تستفسر اكتر وتعرف اكتر من شهود العيان. كان معاهم ايضا شخص خامس، وهو كان منتحل شخصيه ضابط، وهو ايضا اللي ساعدهم على الهروب من موقع الحدث او الجريمه. خلينا مع بعض دلوقتي نشوف فيديو مصور بالصوت والصوره عن اللي حصل اليوم ده، والشرطه بتناشد كل اللي بيتفرجوا علينا لو تعرفوا على اي حد يلجأوا للشرطه مباشره. خلينا نشوف مع بعض. اللي هيقرب مني قسما بالله هشق الازازه دي في دماغه، وانا اللي هيقرب مني هتجيب البوكس اخليه صابونه لوكس. يا سلام يا سلام، فينك مكاوي دلوقتي؟ تيجي تشوف اولادك واحفادك دول هم كنت تفتكر بيهم بحق وحقيقي. خش بسرعه، في حد قاطركوا؟ لا اطمن. كويس ان ايه ده؟ ايه اللي انتوا لابسينه ده؟ اصل احنا قلنا لهاني يجيب لنا لبس، فقررنا انا وشريهان نبدل عشان محدش يعرفنا، فكده انا مش نيلي وهي مش شريهان. لا فكره صايعه دي، فكره مين بقى الفكره الصايعه دي يا ترى؟ دي فكرتي، ماي ايديا. ماي ايديا، على فكره انتوا معروفين جدا وصوركم ماليه التلفزيون. انت متخلف؟ طب ما تقفل التلفزيون يا ابني.
بقول لك صحيح، ما حدش في التلفزيون جاب سيرتي؟ انت فرحان؟ لا ما تقلقش، ما حدش جاب سيرتك ولا حد جاب سيرتي. بقول لك ايه يا ضد، وهو احنا لو اتقفشنا هنعترف باساميكوا اول حاجه. بقول لك يا معلم، احنا لازم نخلص منهم دلوقتي، نتويهم وكده كده ما حدش عارفنا. لو سمحتوا بقى كفايه هزاروا وشوفوا هنعمل ايه. بصوا انا فكرت انه ما ينفعش نقعد عندكم او نقعد عندي او نقعد حتى في المرسم عشان عم دهب، فقلت اجيبكم من المكان الجميل دوت. ايوه صحيح، هو ده بيت مين بقى؟ يا اهلا يا اهلا بالضيوف الاعزاء، اهلا اهلا. No way. ايه يا سيف، مش تقول لي في مزاز كنت لبست غير تاني غير ده؟ مين العبيط ده؟ العبيط ده يبقى شريف صاحبي، وهو الوحيد اللي نقدر نعتمد عليه. صاحبك ايه؟ ده مذيع يا عم، انا شفته قبل كده. مش انت اعلامي؟ ايوه صح. هو شبهه، مش هو. خد راحتكم يا جماعه، البيت بيتكم. ها طب يا جماعه، احنا دلوقتي لازم نروح دار النشا عشان نجيب العدد. لا انتوا مش هينفع تنزلوا عشان وشكم معروف جدا. بقولك انا هاخد هاني ونروح نجيب العدد في السريع. ايه يا سيف، انت مش شايف ان احنا متنكرين؟ انت مصدقه نفسك يا نيلي؟ ايوه انا شريهان جدا، صدقني. بقولك ايه، تيجي نتنكر يا هاني؟ نتنكر، يلا بينا. غلسه قوي، تحفه، ما عرفتكوش، يخرب بيتكم. يلا يا عم يلا. سيف ايه ده، سيبنا لوحدنا مع الكائن ده هنا؟ على فكره احنا بنتكلم عليك. سوري. اتفضل. ما تقلقيش منه خالص، ده صاحبي وامان، يعني ما فيش اي حاجه، كأنك في بيتي. اعتبري سيف، انت بتخافي مني؟ اعتبري سيف، بس وانت قاعده بيمسك حاجه حديد في ايدك تقيله عشان لو تهجم عليك. ايه بهزر معاك، انا هصور معاك لما اجي. ماشي، هصور معاك. عينيا عينيا. ايوه شريف، هتبقى مرات اخوك. عينيا في عينيا. نطلع نقعد فوق بقى، التكييفات فوق تحفه. ها يلا بنات، بس ياض يا هبل انت، اطلع فوق. ياض حاضر يا باشا، مؤاخذه. هتزيد محمد. برافو عليك يا شريهان. شريهان، هو البتاع دي انت ما غسلتيهاش بقالك قد ايه؟ انا هموت. لا هي بتاكلك، انا عارفه، هي بس تفضل تاكل في الراس شويه وبعد كده تتعودي عليها عادي. ما انت بتاعتك على فكره بتاكل فيها من بدري وانا ساكته. لا اوعي تقولي عليا كده، والله دي كلها سبان. كلها ايه؟ سبان بياكل هنا في دماغي. يا فجركم، يا جبروتكم، يا قدرتكم، خلاص خلصتوا الفنانين وهتلفوا على ضباط الشرطه؟ كنتوا فاكرين ان انتوا هتعرفوا تهربوا مني؟ بعينكم يا باشا، ده احنا قعدنا نص يوم في القسم، لا مؤاخذه ما حدش حس بينا. اخرسي اخرسي حضره الضابط، حضرتك انت تخرس خالص خالص. انتوا عارفين متقدم فيكم كام بلاغ؟ عليكم كام قضيه؟ اولا شروع في قتل الفنانه هند صبري، ثانيا شروع في قتل الخليل كوميدي، هو يستاهل بس في الاخر ده بني ادم، ثالثا سرقه الفنان احمد فهمي، رابعا بيومي فؤاد مقدم فيكم 30 بلاغ منهم بلاغ انه ما خدش اخر دفعه، وفي الاخر عاملين لي فيها بتوع حقوق انسان. حقوق انسان يا باشا؟ والله ده احنا بنهزر. والله بص، انا لابس بتاع شاورما. شاورما؟ ده انا هحطك على السيخ. وانا كل ما حد يشوفني يحطني على السيخ. ايوه، انتوا عارفين مجموع الاحكام عليكم كام سنه؟ 120 سنه سجن. هتتسجنوا سنة سنة وتتنفخوا سنة سنة. يا فندم، هو في حد بيعيش 120 سنة؟ ما تقطعش، قول إن شاء الله. يا حضرة الضابط، أنا عايزة أعترف على نفسي، أنا السبب في كل ده، أنا اللي رجرجتهم ورايا. جرجرتهم؟ whatever، ودبستهم في كل الجرائم والمشاكل دي. نيلي أنت بتقولي إيه؟ أنت كده هتودي نفسك في داهية. بس يا سيف، أنا المسؤولة حضرتك عن كل الحاجات دي، هم مالهمش ذنب، ما تسمع لهمش. ايوه يا حضره الضابط، هي المسؤوله عن كل حاجه، هي دي العقل المدبر، هي دي ونوس يا فندم اللي قاعد يغوينا واحنا فقراء وغلابه واستغلت جهلنا. سوري يا ضابط، هاني واطي. اه المفروض بقى اصدق انا المسلسل التركي الاوفر ده واسيبكم تمشوا. يا فندم مش تركي، سوري سوري. او وات ايفر، هتتنفخوا يعني هتتنفخوا، وهتتحبسوا يعني هتتحبسوا 120 سنه. يا امين مغربي، تعال خده. استنى استنى، إيه؟ طلب بسيط. ممكن ناخد مع بعض سيلفي برياكشن الجريمه لا تفيد؟ ممكن، يلا يلا. بس هتعمل لنا تاج بقى كلنا، تاج وكل اللي انت عايزه. عينيا، يلا خش خش خش. حلو قوي، الولاد هيفرحوا بيكوا جدا، انا مبسوط والله العظيم. خدهم يا مين على الحجز. طب ما نصور شويه صور كمان كده، يعني اوضاع مختلفه. امشي امشي. جميلة جميلة، حلوة، الولاد هيفرحوا بيها جدا. ادخل قدام مني يا مسجون انت اهو.
ادخل. ايه ده؟ امال احنا وشيل البسين اللي كان هنا؟ انا كنت هموت واستحمى. اكيد البلديه هي اللي شالته يا سيف، ما هو ممنوع برضه بسين جوه الزنزانه. تخيل بقى لو كنا نزلنا فيه دلوقتي بعد التعب اللي احنا فيه دوت كنا ايه؟ الحمد لله. تعالى قاعد انت اهو اتلقى هنا. حلو اللي انت عملته ده. عملت ما عملتش حاجه، انت سمعت؟ ايوه انت لسه عامل يلا. حلو ده عشان الناس تخاف منك يعني؟ لا انا ما عملتش كده يا ابني، انا سامعك بودني اهو. بس 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 مش بقول لك تعالى اتلقى هنا انت اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مين ده هاني؟ ده تقريبا الرجل الاخضر بتاع ماونتن فيو، بس تلاقي جيرانه عملوا له ازعاج او ما لقاش ركنه يعني. لعلمك ده اصلا طالب في ثانيه هندسه. يلا يا خفيف انت اهو، كل واحد يقلب نفسه. يلا يقلب نفسه ازاي يعني؟ كل واحد يجيب معلقه ويعمل كده لنفسه. ظريف ظريف وخفيف. يا تستدى انت كبرت في نظري قوي. خلص نفسك طالع اللي في جيبك. يلا امني طالع اللي في جيبك. حاضر من عينيا. اتفضل محفظتي ايه؟ انا معيش حاجه. لا يعني ايه معيش حاجه؟ اديله اي حاجه. معيش حاجه و... اديله مراتك، اديله كليتك. طب استنى بص بقى، شفت معايا ده يا اختي؟ جميله عسل. اهو كده بقيت معلم بصحيح. ماشي مع المعلمه؟ لا ماشي مع الجربيه البستاج. طب يلا انت اهو اتلقى هنا. شوف بقيت معلم. اه السند ده هيخلي الناس تخاف منك قوي على فكره. خلص. طيب ماشي. بص يا معلم واحنا بنعدي ما تزعقش لحسن تطير راسنا ولا حاجه. يلا يا مسهوكه يا اختي يلا. يلا. انت مسهوكه؟ قال لك انت مسهوكه. يا اهلا. يا الف اهلا وسهلا. شرفتوا. يلا يا خاين. وايه الجديد؟ بتبلغ عننا يا ضاحي؟ اه يا حبيبي ابلغ عنكم. خش السجن لوحدي؟ اه تونسوني. ايش مسيرة ترو وتحلى. لا وسايبينك هنا بشعرك ده كده؟ لا يا حبيبي، لا تقول كلام في محله يا تقول حله يا حله. سيبك من ضاحي اللي كان بيهرج معاكوا بره، انا هنا تقيل وتقيل قوي. اه يا ضاحي. ايوه يا معلم. حسين ونفسي الجهاز معاك. والله ما لحقت يا معلم، الفرده الواحده قد كده وبتاخد يوم تلميع وعلبتين ورنيش. اديني بس حضرتك يوم تاني المع لك الفرده التانيه. خلص نفسك هات. حاضر يا معلم حسين. انا اسمع عن جزمه 40 جزمه 45، لكن 145 والله ما شفت. واجي امسك الفرده الاولانيه الاقي فيها واحده ست وعيالها ومش لاقيين ياكلوا، والتانية مأجرها للطلبة المغتربين. ده انت طلعت مسخة بقى وبتمسح الجزم. اخرس انت والطاري اللي معاك. طاري؟ انا مبقتش طاري. لعلمك انا دخلت اسام اكتر منك. سيف الطيب مات وانتوا اللي قتلتوه. من النهاردة انا ما اسميش سيف. من اسمك ايه؟ ناصر الدسوقي. بس يا بابا، بس يا بابا يا حبيبي، روح اقعد في اي كورنر يا حبيبي، ما توجعليش دماغي. يلا اخويا رب عيالك رب عيالك. تتحداني يا ضاحي؟ ايه تتحداني؟ اه اتحداك وقصاد الرجاله دي كلها. معايا هاني؟ سيبني انا احكم. طول عمرك نادل يالا. الرهان يا جماعه مش اقل من السيجارتين. تقولي اي حاجه يا شيرين؟ هقول ايه في الظروف دي؟ معرفش. قولي اي حاجه بس ما تفضليش ساكته كده، انا خايفه. لا بقولك ايه، انا مش عايزاكي تخافي. فكي كده، لسه قدامنا 120 سنه سجن. لا يا شيرين لو سمحتي ما تقوليش كده في وشي، انا ما اقدرش استحمل 120 دقيقه في السجن ده. انا عايزه بس اقعد. ما تلمي رجلك يا بنت، احنا شغلنا مكانكم البلاطين دول. ما شوفش صبعك يعديهم. معلش بس حضرتك بتزعقي ليه؟ وبعدين بصي انت واخده سبيس قد ايه بالحاجات بتاعتك، وانا وهي مزنوقين ازاي؟ طب ادينا بلانكت حتى نقعد عليها. هو ده نظام الحجز عندي، لو مش عاجبك بلغي يا اختي البوليس. لا بقول لكم ايه؟ اتمسوا وقولوا يا ماسة، مش عشان انا لابسه لكم التاييه ده ابقى خلاص بنت ناس، ده انا معفنه ما تعرفونيش. ما تعرفينا يا اخي؟ انت مين؟ مساء الخير يا فندم، حضرتك انا شريهان عبد الحليم، خريجه بكالوريوس اعلام دفعه 2007. وبيدلعوكي يقولوا لك يا شوشو. احيانا يا فندم. طب يلا يا اختي انت وهي، هزي انت والبنت الصفرا اللي معاكي دي. نعم.
بقولك هزلنا انت والبنت دي. ايوه يا فندم اوكي نهز ونعمل كل اللي حضرتك عايزاه، ما عنديش اعتراض، بس نهز من غير مزيكا. صدقي عندك حق، يلا بنت انت وهي وسعيلها وشغلوا المزيكا خلينا ننبسط. يلا يا الحفلة دي معمولة عليكو؟ يا نهار أبوكو أسود؟ أسود دلوقتي هنبدأ التحدي يا رجالة. ابدأ يا معلم ضاحي. لا يبدأ هو الأول. لا يبدأ أنت الأول. لا يبدأ أنت الأول. خلاص طالما أنا اللي هبدأ يبقى اللعب على الأب وعلى الأم وعلى المشرحة. موافقين؟ موافقين. حس كده يا رجالة، يبقى الرهان على سجارتين واللي يرجع يبقى عيوطة. موافقين؟ موافقين. ابدأ يا معلم سيف. ابدأ. ابدأ. الرشاقة دي يا معلم. يلا ضاحي. حصل تعادل يا رجالة. كده بقى هننتقل للمستوى الأصعب، للمستوى الأخطر، للمستوى الأشرس. هنلعب عامية. عامية؟ أيوة. ابدأ. أبدأ. ابدأ يا مسيف. حاجة سعيد أنت اتنين بوسطن؟ أيوة. ماشي. أنت واحدة بالليمونت أنت. سيف. ماشي. أبدأ. ابدأ. أبيكا. عامية. 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 أبيكا. أبيكا. عامية. أبيكا. عامية. حطي عندك وقف من وش. مبسوطه مني يا معلمه؟ امشي بقى. حاضر. وانت ايه اللي جابك بقى يا خالتي؟ محبوسه على ذمتكم يا اختي. قال ايه بتستر على مجرمين، مع ان انا قلت لهم على كل حاجه اعرفها بس ما صدقونيش. طب وفين ماما ميمي؟ ماما ميمي عملت فيها عبيطه يا اختي. قال ايه ما بتسمعش وما بتفهمش وما بتتكلمش، وخدوها على الخنكه. يا حبيبتي يا ماما ميمي. يا حبيبتي يا ماما ميمي. صباح انا عايزه اقولك حاجه للمره التسعة مليون.
انت بجد جامدة، بس انا مش عارفة احنا من غيرك كان ممكن يحصل لنا ايه. لا بقولك ايه، انا عايزاكي تجمدي كده وتمسكي نفسك. انا مش باقيالك هنا يا حبيبتي، انا ممكن اخرج في اي وقت من هنا، انما انتوا قاعدين قاعدي. لا بليز ما تقوليش قاعدين، احنا ممكن ناخد براءة. براءة من انهي قضية يا نيلي؟ ده احنا حتى معناش فلوس نقوم محامي. صحيح، انتوا عملتوا ايه في موضوع الفلوس بتاع جدكم؟ الله يرحمه ويسامحه بقى. بصي الفلوس تقريبا موجودة هنا. هنا فين؟ مكتوب في القصة اللي في المجلة ان الفلوس موجودة في الأوضة السحرية اللي تحت السلم، يعني يا اما الأوضة دي يا اما الحجز بتاع الرجالة. هنا فين؟ انتوا مجانين؟ ايوة يا خالتي، ما هو الاسم ده كان بيت عيلة جده زمان. شوفي ازاي. ما تطلعي كده يشري هنا المجلة يمكن نفهم حاجة. يا نيلي اطلع المجلة ليه؟ ما هي معروف اللي فيها، ميكي كان بيلعب شطرنج مع دونجل في الأوضة السحرية. بس ايه علاقة دونجل بالأوضة السحرية بالشطرنج؟ معرفش، ما انا قاعدة معاكي زي الهبلة اهو. شيرين ايه؟ بصي على الأرض كده. مالها بقى الأرض يا نيلي؟ هتقعدي تقولي لي معفنة ومطربة، مش وقت تناكة خالص. لا الأبيض والأسود ده مش بيفكرك بحاجة؟ عادي بيفكرني بالحمار الوحشي مثلا. يا غبية، البلاط الأبيض والأسود الشطرنج. سيف صادق هذا الحق. أهو أفندم. هاري شاكر محمد فؤاد. انت أوبر تسمع؟ لا ما مش محرم فؤاد. انت بتقول لي محرم فؤاد. صاحب محمد منير وري اتفضلوا معايا، البيل مأمور عايزكم. لا احنا زعلانين منه، خليه هو اللي يجي. اتفضلوا معايا، البيل مأمور عايزكم. اتفضل. حاضر. في ايه يا حسن؟ بص منه هو جاي وفي عين الشر. يلا طهو اهو. 120 سنة بس بقى. 120 سنة. نيلي عم بالراحة. نيلي انت كويسة؟ اوعى يكون حد عمل لك حاجة، اوعى تكونوا عملتوا فيها زي ما عملتوا فينا. ولا انت مجنون ولا ايه؟ انا اسف، انا اسف جدا، اصله شكل هاني بالظبط فكرت. بقول لك ايه؟ نعم. انت لسه واخد افراج ولا تحب ترجع السجن تاني؟ افراج؟ افراج ازاي؟ للاسف واحد اسمه ابو الدهب دفع تعويضات للناس اللي كانت مقدمه فيكم بلاغات وتنازلوا عن المحاضر. طيب تأمرنا بحاجه يا سياده المامور؟ لا لسه يا حبيبي، في شويه اجراءات كده وبعدين تتنقلوا تغوروا في داهيه. حسبي الله ونعم الوكيل. ابو الدهب بيه، ابو الدهب بيه، ربنا يكرمك ابو الدهب بيه. قلت لك مش هسيبك، قلت لك مش هسيبك، يعني مش هسيبك. اظن انا مؤاخذه عملت اللي عليا، فاضل انتوا تعملوا مؤاخذه اللي عليكم بقى. اتفضل المجله اهي. شكرا. ايه اللي انت بتعمليه ده؟ ايه بتعمل المؤاخذه اللي اتفقنا عليه؟ انا خلصت لكم الناس اللي اتحبستوا بسببهم ودفعت التعويض دم قلبي، وانتوا تدوني المجله وتمشوا ما اشوفش وشكم تاني. بعتي حلمي كانيلي؟ ما كانش قدامي حاجه تانيه اعملها يا سيف. طب كويس، يلا بقى نروح نستحمى. انا اسفه قوي يا سيف، انا اللي ورطتكم في كل ده، اسفه ليكم كلكم. اسفه ده يا عسل، انا كاعه دم قلبي في المشاوير بتاعتكم دي، انا عايز فلوسي. اتنيل، هو انت حيلتك حاجه يا مرقع انت؟ ما تسكت بقى وخليني ساكته وكاتمه. طب انت صباح ما غلطتش فيكي. خلاص يا خالتي، هنشوفه دافع كام ونديهم له على الجزم على البرتوش. وانت كمان يا صباح، انا اسفه قوي، بهدلتك معايا جدا. لا يا حبيبتي اسفه على ايه، ده انا انبسطت جوه قوي، قابلت كل صاحباتي اللي بقالي زمن ما شفتهمش. طيب انا هلحق بقى قبل ميمي في الخنك، لا تعد نيلي كريم ولا تطبق في زماري غدا عبد الرازق، مش ناقصين مشاكل، اشوفكوا بعدين. ايه ده انتوا حليتوا الكلمات المتقاطعه كمان؟ حليناها، يعني كنا بنتسلى كده بنضيع الوقت. شكرا على كل حال. يلا ضحي. يلا ايه؟ يلا مين؟ يلا ضحي. لا ابو الدهب ايه، انا لازم اروح البيت اكل لقمه استحمى انضف اقلع الهدمه اللي بقالها اسبوع على جدتك. واعرفك ازاي انا ضحي؟ اعرفك ازاي لما تغير وتنضف؟ انا بعرفك من ريحتك. يلا ناخد الفلوس وبعد كده اعمل اللي انت عايزه. يا ابو الدهب ايه، انا الحشرات الزحفه بتاكل في عمي. خليها تاكل، خليها تاكل. يلا طلعت في لحمي. يلا يا جماعه احنا كمان نروح نستحمى، انا حاسس ان انا بقيت منتن. لا احنا لسه عندنا مشوار. مشوار ايه تاني؟ لازم نروح عند عم بندق. وهنعمل ايه عند عم بندق؟ يلا بس نروح وانا افهمكم هناك. يلا $90 بجول بورسعيد، 7.5 جنيه. انت بتعمل ايه؟
بحسب يا حبيبي الفلوس اللي كعيتها معاكم عشان اخد حقي. 7 جنيه ونص كبده وسجق من على بركه الله اللي في رمسيس. 25 جنيه كافتيريا بورسعيد. على فكره انا اللي دفعت الفلوس دي. بجد؟ ايوه. ابن النصابه حاسبني وحاسبك؟ تقلقش هتاخد حقك. 50 جنيه كافتيريا البورسعيد. ايه تاني؟ 20 جنيه جيلي كولا لماما كول لماما ميمي. يبقى كده 571 571 جنيه 571 جنيه. انا عايز منكم 571 جنيه. 571 جنيه ايه يا معفن؟ ده انا غرقك فلوس. والنبي تنيلي انت حالتك حاجه يا ماما. بس بس انا مش عايز كلام. انا عايز اعرف انتوا ليه جبتونا عند راجل السقيل دوت. انا عايز اروح استحمى. عشان ندور على الفلوس يا سيف. فلوس؟ ما الفلوس ما المجله مع عم دهب. لا عم دهب اخد مجله مش المجله. احنا غلطنا في التشكيل يعني ولا مش فاهم منك حاجه؟ انا هفهمك. احنا كلمنا عم دهب قلنا له هنعمل معاك ديل، انت تطلعنا من كل القضايا اللي علينا واحنا هندي لك المجله. وقلنا لام سماح تجيب لنا عدد ميكي قديم. ام سماح مين؟ ام سماح دي خطيره، عامله زي الفيري كوين، عندها كل حاجه كانك قاعد في كارفور بالظبط. ده انا قلت لها عايزه فانيلا لاتيه عملته لي وفي فوم كمان. ايه الخطوره في ان هي تجيب لك فانيلا عليها دوم يعني؟ مش مهم. انا وشريهان حلينا الكلمات المتقاطعه وكتبنا مسج زي اللي جده بيكتبهم بالظبط وادينا له المجله. واحنا بقى معانا المجله الاصليه وسوحناها هو بقى بالمجله المزيفه. يا ولاد اللذينة، يعني الفلوس ما ضاعتش ولا حاجه؟ ولا مالكش دعوه بالفلوس دي خالص، انت ليك فلوسك وبس. ال 571 جنيه. 571 جنيه بس يا شوشه؟ هو احنا في بينا فلوس يا ماما؟ وبعدين ما تحكميش على حد وهو غضبان. هو احنا لسه هنحل اللغز تاني؟ انا عايز استحمى. خلاص يا سيف، وير اولموست دان. وبعدين بقول لك انا وشريهان حلينا الكلمات المتقطعه. بتقول ايه؟ بتقول ان الحل في العدد القادم. طيب بسيط يا جماعه، قولوا لي انتوا بس العدد القادم دوت رقم كام وانا اقلب لكم عليه الدنيا. ما هي دي المشكلة بقى، إن العدد اللي احنا لقيناه مكتوب عليه إنه العدد الأخير. طب إزاي العدد الأخير ولسه في أعداد بتتبع؟ العدد الأخير اللي جده عمله قبل ما يبيع المجلة، مش العدد الأخير عامة. طب إزاي يا جماعة الحل في العدد القادم وده العدد الأخير؟ وعشان كده بقى احنا جينا لعم بندق قلنا هو اللي بيفهم. يا سلام، أحلى كوباية شاي عملتها لكم بإيديا دي، حب في حب. طيب يا عم بندق، انا هسالك شويه اسئله كلها حب في حب ومباشره، فلو سمحت خلي اجاباتك برضو مباشره من غير لف وحوران. تحت امرك. تعرف العدد ده؟ ها؟ ياه. والله يا سلام. ايوه طبعا، ده العدد الاخير. ده لي حكايه جميله قوي قوي، تحب احكي لكم؟ لا مش وقته حكاوي بقى خالص. دلوقتي جده بيقول ان الحل في العدد القادم، في عدد بعد ده؟ ايوه طبعا، كان في عدد بعد ده. يعني ايه كان فيه وراح فين؟ راح المطبعه، بس جدك بقى وقف طباعته على طول. وقف طباعته ليه؟ لا ده كان دي حكايه جميله جدا جدا، حكايه طويله قوي قوي. هو انت كل حكاياتك طويله؟ مفيش حكايه قصيره تقولها لنا ونخلص؟ الله الله، في ايه؟ خلاص يا سيف خلاص، معلش يا عم بندق خليك معايا. هو عنده حق بصراحه. طيب العدد ده موجود في المطبعة؟ ايوه طبعا موجود في المطبعة. وحضرتك تعرف المطبعة دي فين اصلا؟ ايوه طبعا عارف المطبعة فين. اوكي يلا بينا. يلا ثانية واحدة يا جماعة. عم بندق انت متأكد انك تعرف مكان المطبعة فين اكيد؟ ايوه طبعا عارف مكان. يعني مش هنروح وتقف تقول لنا كانت هنا وتهدت وتبنى مكانها حاجة تانية؟ ابراج نايل سيتي. يا اختي يا عم حرام عليك، انت بتعمل فينا كده ليه؟ ما تقول على طول وتنجز. ما انا بقول على طول. الله، انتوا اللي مش محددين الاسئله بتاعتكم، وانا قلت قبل كده اسالوا اسئله مباشره اجاوب اجابه مباشره على طول. انتوا قلتوا حاجه؟ الله، انتوا اللي قلتوا فين المطبعه؟ قلت لكم فين المطبعه؟ عارف مكان المطبعه؟ ايوه عارف مكان المطبعه. انت بتتكلم على ايه؟ الله، انتوا اللي بتتكلموا وخلاص. بس علينا يا عم شوقي مش شوقي ازاي؟ انا مش هتكلم، كمل يا سيف لو عايز تتنرفز. خلاص خلاص يا جماعه اهدوا كده، استهدوا بالله. بسيطه بسيطه جدا، احنا نروح لنجيب سويرس ونقول له يا حاج نجيب وانت بتهد وبتبني ما لقيتش عدد كده هوت وشلته على جنب، ممكن يكون شايله في تمراي مثلا ولا حاجه. انا مش هتحرك من المكان ده غير على بيتي عشان اروح استحمى. يا عم تستحمى، ما انت ريحتك زي الفل اهو. انا ريحتي ما انت نتن. انا بجد تعبت، ربنا يسامحك يا جدو. يا جماعه انا مش فاهم انتوا مكبرين الموضوع ليه؟ الله، مكبرين الموضوع ده عشان العدد راح والفلوس راحت.
يا ست حتى لو كان العدد راح الله يبقى في المسودة. يعني ايه مسودة؟ المسودة دي زي العدد بالظبط. جدك الله يرحمه كان تملي يعمل مسودة كده ويشخبط فيها وتبقى زي العدد بالظبط. موجودة المسودة دي، موجودة في المرسم. ايه 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 مالكو؟ هو انا قلت حاجة غلط؟ مالكو ما سألتوش عن المسودة على طول؟ انت سألتوا عن المجلة؟ وانا قلت المجلة اللي في المطبخ. لو قلت على المسودة كنت قلت المسودة فين؟ اتفضل اتفضل بقى ورينا فين الزفتة المسودة دي. حاضر حاضر حاضر. هي كانت هنا نهار اسود ومهبب على دماغي. لا لا هو ايوه 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 بنداري. انا فاكر كانت في الحته دي في الجنب ده في الجنب ده. ايوه الجنب ده. فين هي بقى؟ لا 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 هو ايوه تعالي. الحمد لله الحمد لله. عم بندق. نعم. انت متأكد ان العدد ده كامل؟ ايوه طبعا متأكد. متأكد متأكد؟ صراحة لا مش متأكد اكذب. العدد ده قصة واحدة بس مفهوش حوار. ايوه انا فاكر العدد ده بالذات كان جدك صور بس لكن ما حطش الحوار. يا سلام كانت قصة حلوة قوي 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 لسه فاكرها لحد دلوقتي. كانت بتعرف ايه بقى القصة دي؟ احكي لكم. تحكي ايه؟ بليز احكيها. بس هي القصة طويلة حبتين. طب ما تختصرها. اختصرها؟ انت هتختصرها في ايه؟ طيب حاضر هختصرها يلا. كان يا مكان ما يحلى الكلام. لا بقولك ايه يا عم بندق، انت لسه هتفضل تقولي ما يحلى الكلام وهنحشي الحمام؟ انا تعبانه واخده برشام فلخص. لا خلاص ما دام خدت برشام لازم الواحد يخلص. شوفوا بقى كان في بطوط، بطوط ده كان ليه ثلاثه، الثلاثه دول ولاد اخوه، الواد سوسو وتوتو ولولو. لولو ده كان شقي قوي، ولد كان شقي جدا. هو لولو ده كان ولد؟ قطه. انجزي انت كمان، لولو يطلع ولد يطلع كلب مالكيش فيه. اسمع القصه وخلاص. التلاته دول كانوا تملي يتخانقوا مع بعض، مش طايقين بعض. على ايه؟ على لعبه صغيره قوي كده. قام جه ميكي راح واخد اللعبه دي ومخبيها، وراح راسم خريطه وعمل لغز. اللي يحل اللغز يوصل للعبه. جم يحلوا اللغز لقوا في لغز تاني. يحلوا اللغز لقوا في لغز تالت ورابع وخامس لحد اخر المشوار حلوا اللغز الكبير. وصلوا للعبه. جي ميكي راح واخد اللعبه دي، وعشان هما بدل ما كانوا بيتخانقوا وبدل ما كانوا بيزعلوا مع بعض وبدل ما كانوا مش طايقين بعض بقوا بيحبوا بعض، متكاتفين متحبين مترابطين. عشان كده ميكي عمل لهم لعبة كبيرة زي اللعبة الصغيرة دي للتلاتة، واداها لهم مكافأة عشان حبهم لبعض. خلصت الحدودة. حلو قوي حدودة جميلة. المهم بقى دودو ويويو وفوفو دول لقوا اللعبة فين؟ بصراحة أنا مش فاكر. ما تشوف يا أخي أنت في المسودة دي يمكن. اهي لا في الساعة مبندول. ايه الساعة مبندول دي؟ ايه ده؟ مفيش اي حاجة هنا جوه ومفيش حاجة فوق برضه. طب وسعها وسعها. عايز شاكوش. شاكوش شاكوش. في شاكوش هنا يا عم بندق؟ هو
كان هنا في شاكوش. يو انت هتقعد تقرا، انا اتخيلت بشاكوش هنا. احنا جايين نرجع لك ذاكرتك. معلش طمن. لا طمن طمن هاني. ايوه يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا جماعه في حاجه جوه. طيب ايا كان اللي جوه واضح ان هو حاجه صغيره. بص يا جماعه، لو ما كانش اتليست حته الموزه قد كده يبقى احنا اتخرب بيتنا. ايه ده؟ ايه الهبل ده؟ هات الهبل ده. استنى كده رجعها يا هاني. يا جماعه في حاجه جوه. حاجه جوه ايه دي؟ حصاله. هو جدكم كان شال الكنز وهو في ثالثه ابتدائي؟ نكسره. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. استنى يا هاني عشان نبقى بوزيتيف بس. ايا كان اللي جوه واضح ان هو حاجه اصغر من اللي انا توقعتها، بس هو لو ما كانش اتليست حتت الماس صغننه كتير كده من اتورا يبقى احنا اكيد اكيد ديفينتلي اتخرب بيتنا. مفيش، خلوا بالكم بس عشان الاطوار اللي هتحصل. يا رب. في حاجه؟ ده جنيه ذهب. طب بكام ده؟ ده بحوالي 2282 جنيه. 2280 على الاربع يبقى 570، ويبقى انا كده خدت حق يا جماعه، ويبقى فاضل لي جنيه وانا مسامح فيه. يعني احنا قاعدين ندور على كنز عشان في الاخر لا مؤاخذه يطلع جنيه ذهب. اه ما اكيد اللي كان عامل اللغز ده كان طارق علام. طيب هاتوا يا جماعه. استنوا يا جماعه، اكيد لو كسرنا الجنيه هنلاقي حاجات اكيد اقل من الحاجات اللي احنا كنا متوقعينها، بس ممكن نلاقي حاجه يعني. خلاص ما تزعليش نفسك يا نيلي، احنا عملنا اللي علينا وده نصيبنا، هنعمل ايه تاني يعني؟ نيلي انت ما خسرتيش حاجه على فكره، انت كسبتي. كسبتي اهلك وناسك، كسبتي شريهان وكسبتي هاني وكسبتي معانا جنيه دهب على فكره. هو المهم لمه العيله. جدك اساسا ما كانش متصور ان انتوا هتتقابلوا وتحبوا بعض بالشكل ده. انا مش زعلانه خلاص يا جماعه عشان ما لقيناش الفلوس، بالعكس انا مبسوطه عشان مشينا الرحله دي مع بعض، وكمان انا اتغيرت وفهمت الدنيا ماشيه ازاي، ومبسوطه اكتر ان انا عرفتكم. ممكن اقول لكم حاجه بس ما تزعلوش؟ انا بجد عمري في حياتي ما كنت اتخيل ان انا ينفع اسلم عليكم اصلا. بس دلوقتي انا ما اقدرش اعيش من غيركم. انا بس كان نفسي في الفلوس عشان كنت طبعا هتخرجي بهم من السجن. لا عشان اجيب النيو كولكشن الصيفي، لان انا لابسه لبس الصيف اللي فات ودي بالنسبه لي حاجه مهينه جدا، وبالباقي كنت هطلع بابي. لا لا انا اتغيرت الاول، لما لو لقيت فلوس هطلع بابي، وبعدين بعد كده هبقى اجيب لبس. انا كمان يا جماعه اتغيرت، ولازم يا هاني اجيب الكولكشن، لاني خلاص من بعد ما دقت النظافه مش هينفع البس الفيزون تاني. وانا كمان اتغيرت وبقيت نتن. ممكن نمشي من المكان القذر ده عشان اروح استحمى؟ ايوه صح، يلا بينا يلا. انا لسه ما اتغيرتش يا جماعه، استنوا لما ولا تغيرتش. هاني ايه؟ هات الجنيه الذهبي اهو. خدي حلال عليك. يعني جدكم ده يعني الراجل الميكي دوت ما كانش قادر يملى لنا التماثيل الكبيره دي ذهب بدل العروسه الصغيره اللي حاطط لي فيها نص جنيه ذهب؟ زعلوش مني يا جماعه. ييك عمل لهم لعبه كبيره زي اللعبه الصغيره دي للثلاثه، واداها لهم مكافاه عشان حبهم لبعض.
الله، انت بتعيط ليه بس دلوقتي يا عم بندق؟ ما احنا لقينا الفلوس اهي. دموع الفرح يا بنتي، انا ما كنتش متصور ابدا ان انتوا ممكن توصلوا للفلوس دي. وجدك، جدك الله يرحمه تعب قوي 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 على ما بدل فلوسه بالفلوس الذهب دي، وقعدنا 7 ايام نحشر البتوع دول بفلوس الذهب. حتى عارفه ده اهو، ده بالذات بقيت احط فيه كده واحشر كده اهو، كده زي ما اكون بتعمله منبار، واحط كده واحط كده اهو كده اهو. ده اتعور، ده اتعور من كتر بتاع والله. عارف ده بيتعور بقاله كام سنه؟ شوف كده. ايه مالكم؟ ما انتوا سالتوني على الفلوس الذهب، وانا ما قلت انتوا كنتوا بتسالونا على الالغاز، الالغاز بتسالوا الالغاز، ما سالتونيش على الفلوس ده. صح صح صح. ايه يا جماعه، في حاجه جوه؟ جوه فين؟ طب هاتوا بقى يا هاني هنا على الترابيزه وقلبوا كده ونرجوا نشوف في ايه. ماشي، بس بقول لكم ايه، انتوا فتحتوا التماثيل الكبيره، سيبوني انا وسيبنا نفتحه ده بقى. ماشي، تعال بس كده. تفتح ايه؟ مش هعمل حاجه، هم اللي هيعملوا. يعملوا ايه؟ نعمل ايه؟ ايوه.